السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ام ملك وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، ويلا بينا على فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. بصوا، كان عندي ضيوف ومش قادرة اقول لكم، الشقة مرة واحدة كده اتقلبت كلها والدنيا باظت خالص وخربت كل حاجة ما بقتش في مكانها. بصوا بقى، الريسبشن اتقلب خالص وكوبايات في كل حتة ومفيش حاجة في مكانها. عايزة اقول لكم ان بعد ما الضيوف مشيوا كنا بالليل، وكنت مش قادرة خالص، كنت صاحية من بدري جدا يوميها. ففعلا والله جه عليا الليل اول ما الناس مشيت من عندي، كنتش قادرة، يعني انا كنت هخش انام والله العظيم من كتر التعب، كنت هخش انام واسيب الشقة كده. بس في نفس الوقت لا، كنت متضايقة، مش حابة ان انا انام وانا سايبة الشقة بالمنظر ده. قلت لا، قلت طب والله انا فعلا ما كنتش ناويه اصور، بس قلت والله لا افتح الكاميرا واصور عشان اتشجع بيكم واخلص الشقه قبل ما انام ونشطبها كده على احنا كانت قعدتنا في الريسبشن، فعشان كده هو اللي اتبهدل الركنه عند الركنه بقى والشاشه وكده، وبرضو السفره دخلت الشقه والمطبخ. طبعا المطبخ مليان كوبايات بتاعت العصائر والمشروبات اللي قدمتها والاطباق اللي كان فيها، فالدنيا متبهدله. فانا هعمل معاكم الحاجات اللي اتبهدلت عشان اقدر انام وانا حاسه ان انا مرتاحه، حاسه ان انا مش هعرف انام والشقه تضرب تقلب كده، لا لازم اظبطها عشان اعرف انام وانا مرتاحه نفسيا، مع اني انا صاحيه من بدري جدا ومش قادره اعمل حاجه. بس نتشجع مع بعض، احنا دلوقتي بالليل. عايزه اقول لكم على الحاجه اللي في الركن عند المسند ديت، مزعلني جدا جدا. يا انا كنت بغسلها، بس الكلام ده كان بقاله كذا سنه، كنت بغسل الركنه وكنت عامله لها خلطه كده بقى ببرسيل جل وبتاع وسبونشه اللي هي الناعمه ديت، وبدات بقى ادعك في الركنه كده على الناشف بالسبونشه الخفيفه ديت، وببص لقيت الوبره بتاعه الركنه الفرو الصغير دوت بدا يطلع معايا، والركنه بقت بالشكل ده. يعني انا بص لسه ببدا يا دوبك بدعك، ببص لقيتها عملت بالمنظر ده، وزعلت جدا جدا عليها، وكنت مفكره ان هي ميه وهتنشف وبتاع ولونها هيرجع تاني زي الاول، بس للاسف هي فضلت كده. والله زعلتني جدا جدا. فمن ساعتها بقى بقيت احط المفرش الصغير دوت على الركنه عند المسند كده عشان ايه يداري منظرها. بس يعني دي حاجه مزعلاني جدا جدا في الركنه، اللي هي القماشه القطيفه ديت بتطلع في الغسيل، يعني ما تعرفيش تغسليها على الناشف، لا يعني هو يدوبك تنفضيها وخلاص. فالحمد لله على كل حاجه وقدر الله ما شاء فعل. عايزه اقول لكم الفرش اللي انا حطاه على الركنه دوت، على قد ما كنت متضايقه من شكله بس محافظ لي برضو على الركنه. بصراحه نفسي قوي اعمل لها فرش تاني واعمل لها شكل تاني. فديت ان شاء الله من الحاجات اللي انا ناويه عليها، ان انا باذن الله انزل اجيب لها قماش وافصله لها واعمل غيار تاني للركنه كتغيير للشكل، وكمان يبقى معاها غيار لما اغسل الغيار ده ابدل فيه واعمل لها ايه كسوه كده للركنه يبقى شكلها حلو. بس هغير بقى الالوان المره الجايه ان شاء الله، نغير الالوان خالص ونعمل الوانات جديده كده في الكسوه اللي هي الجاهزه اللي بتتباع على الجروبات وبتتباع في اماكن كتيره قوي، اللي منها كذا نوع، في منها ليكرا وفي منها مش عارفه قطيفه وفي انواع كتير قوي. بس بصراحه مش عجباني خالص، يعني جربت كده ان انا لبست على الركنه، عايزه اقول لكم ما بتاخدش شكل الركنه خالص. بفضل تظبطي فيها من هنا تظبطي فيها من هنا، بيبقى منظرها بايخ جدا وما بتتظبطش خالص. فقلت لا بلاش منها الكسوه ديت، انا هنزل اشتري قماش سواء بقى من الوكاله او السوق، بتبقى رخيصه هناك القماش جدا، فاسعار القماش هناك هيبقى رخيص، فمش هتضرب معايا برضو كتير قوي زي يعني زي برضو اللي بيعمل ركنه من الاول. يعني انت لما تعملي مثلا كسوه للخضديات، تاخدي مثلا كيس من الخضديه على كيس من الشلت وتوديها للراجل اللي بيفصل وتقول له انا هعمل كسوه هحتاج قماش قد ايه، وهو هيقول لك، وهتدي له مقاس ركنتك وهتصورها له وهو هيقول لك هي هتحتاج قماش قد ايه قبل ما تنزلي. فان شاء الله ربنا يكرم واعمل لها كده كسوه جديده كده وتغير شكلها خالص تماما. ده اللي انا ان شاء الله ناويه اعمله، يعني في الريسبشن التغيير اللي انا ناويه اعمله، اللي انا اعمل لها كسوه جديده بس بالوانات جديده خالص بقى عشان نغير الشكل تماما، ويبقى غيار قصاد الغيار ده. طبعا اللون الاسود ده حلو جدا جدا وبيستحمل، ما بيبانش فيه اي حاجه خالص، فبصراحه من الالوانات المريحه في الركنه، بالذات لو انتوا قعدتكم في الركنه وكده. انما الالوانات الفاتحه بيبان فيها اي حاجه بسرعه ولازم تحتاجي لها كسوه، فعشان كده ده اللي ما خلانيش اعمل لها كسوه
من زمان يعني كده، لان اللون الاسود دوت بيستحمل وكده. بصوا بقى، انا خلاص كده خلصت الركنه كده، نفضتها كويس ونفضت الشيلات وظبطت المخدات كده بتاعتها كده كويس. ابدا بقى دلوقتي اشيل اي حاجه مرميه في الارض. بصوا كميه مناديل البنات موقعاها على الارض وكده. فابدا بقى اشيل كل الحاجات ديت وادخلها كده جوه. وبصوا بقى الكوبايات كمان في الارض كمان هشيلها، ادخل اي حاجه ملهاش علاقه بال طالعه بره يعني وملهاش علاقه بالريسبشن، ندخلها بقى جوه. تمام. فبصوا بقى الارض عايزه تتكنس كنسه محترمه جدا وتتشفط بالمكنسه كويس جدا. نظبط بقى المفرش كده ونظبط الدنيا، وما يبقاش ناقص لي الا الكنيس والكنيس كويس جدا بالمكنسه كده، اظبطها اشفطها بالمكنسه عشان مليانه حاجات كتير، وارجع لكم. خلاص ظبطت كده، شفطت الارضيه كلها بالمكنسه كده، ما خدتش مني بصراحه وقت خالص، على طول كده في ثواني. والشاشه كمان كنت حاساها كده اتطربت برضو لمعتها على السريع كده، والريسبشن رجع نضيف في ثواني. عايزه اقول لكم لو ما كنتش صورت كان زماني دخلت نمت وكسلت وخليت الحاجات ديت كلها لتاني يوم، بس عشان قلت هصور معاكم قلت بقى لا ادام هصور يبقى ايه، نخلص كده الحاجة قبل ما ننام ونصور كده ونتشجع. فوالله التصوير هو اللي شجعني ان انا اخلص الحاجة قبل ما انام. عايزة اقول لكم انتوا بقيتوا جزء مهم جدا جدا في حياتي. القناة بالذات بقيت بحبها جدا جدا، وحاسة ان هي بقت شغلة وقت كبير جدا وبقت ليها اهمية عندي كبيرة قوي. اليوم اللي ما بنزلش فيه فيديو انا اللي بزعل ان انا ما نزلتش فيديو، حابة ان انا اشارككم بحاجة كل يوم. حتى ان انا لما بنزل فيديو بنبقى احنا على تواصل مع بعض وبحس ان احنا قريبين من بعض. لما بغيب عن القناه وما بنزلش ببقى زعلانه قوي. فكده خلاص خلصنا بقى الريسبشن هنا. نخش بقى على السفره. هنا برضو السفره هي تبصوا برضو عليها حاجات كده ملهاش اي علاقه خالص. بصوا بقى الخمار بتاعي هوت والجرنان وكياس وبتاع. فبصوا الدنيا، عايزه اقول لكم الشقه اتقلبت في ثواني على الرغم ان هي كانت زي الفل وما فيهاش اي حاجه. وبصوا بقى الارض بقى فتافيت وحاجات واقعه في الارض، فالدنيا بصراحه مقلوبه جدا. ودوت الكيس دوت انا لما فيها الحاجات اللي انا هرميها، الحاجات يعني وانا بروق دلوقتي اي حاجه تطلع طلعت مني وانا بروق حطيتها كده في الكيس. انا دايما كده لما باجي اروق باخد معايا كيس بحط فيه الحاجه اللي هتترمي والحاجه اللي انا مش عايزاها والحاجه اللي هدخلها على المطبخ بدخلها، والحاجه اللي بتطلع بحطها في الكيسه ديت. فبصوا بقى شايفين الارض عايزه بقى تتشفط ازاي. فهنبدا بقى دلوقتي نشفط الارضيه كلها ونلمع كمان السيراميك كده على السريع. خلاص خلصت كده السفره، ظبطت كده المفرش بتاعها كده، والارضيه كده اتشفطت وكنست كمان الارض كويس وشفطتها بالمكنسه، وكمان خدت بالشرشوبه الحته ديت على السريع كده. شايفين بقى النشاط بعد ما كنتش قادره ان انا اعمل حاجه خالص، طلعت الشرشوبه والله كمان ولمعت كده السيراميك كده اللي عند باب الشقه دوت عشان دخلت الشقه. بصوا الحته ديت لازم بالذات المحها يوميا عشان دخلت باب الشقه، اللي داخل بالجزمه اللي داخل باي حاجه على طول بتخش تراب من تحت باب الشقه. فلازم الحته دي بصوا لازم يوميا عندي تتلمع كده بالشرشوبه على السريع كده بشويه كلور، بتبقى زي الفل وما فيهاش اي حاجه. فالدنيا خلاص اتظبطت كده، خلاص خلصت الريسبشن كده كله، الركنه بالجزئيه هنا عند السفره. فمش ناقص لي دلوقتي الا المطبخ بقى. عايزه اقول لكم المطبخ كارثه، فنطفي بقى الانوار ونخش بقى على المطبخ. دخلت كده على المطبخ. بصوا بقى شايفين المطبخ كارثه بمعنى الكلمه، كل حاجه. بصوا الاكل على الرخامه، باقي الاكل على الرخامه، كوبايات في كل حته. بصوا حتى الشاحن على الرخامه، يعني مش فاهمه ايه اللي جايبه هنا. فمش فاهم، والعيش والفينو وكل حاجه مش في مكانها، والدنيا متكركبه خالص. يعني بصوا عايز بصراحه مجهود جامد جدا. جت المواعين اللي انا كنت غسلاها، وانا يعني اثناء لما الاكل كان بيستوي كنت غسلت شويه مواعين انا كنت مستهلكاها، فغسلتهم كده وركنتهم سايباهم يتصفوا. وفي كمان مواعين في الحوض غير المواعين اللي هتطلع كمان من الرخامه. بصوا بقى الارضيه فيها حاجات كتيره جدا عايزه تتلم، فربنا يعيني ويعينكم يا حبايبي. وبصوا بقى الرخامه بواقي الاكل وقع عليها وعايزه تتنضف كويس. ف بصوا شايفين بقى الدنيا عامله ازاي، يعني مهزله بمعنى الكلمه، الدنيا عايزه تسيطر عليها. فيلا بينا بقى نشمر كمينا كده وننزل على المطبخ.
نبدأ بقى دلوقتي. هبدأ بقى دلوقتي على الرخامة كده، اشيل كل الحاجات اللي هتترمي في الزبالة ارميها، والحاجات اللي هطلعها بقى، المواعين اللي هحطها في الحوض عشان اغسلها، واطلعها كده على الحوض عشان تتغسل بقى. انا بحب كده قبل ما ابدأ اغسل المواعين الم الدنيا كلها من حواليا كده، يعني الرخامة الم الحاجات اللي هتطلع من عليها الاطباق، واشيل بواقي الاكل واحطه في التلاجة، والاطباق اطلعها احطها في الحوض، وبرده الحلل افضيها وادخلها على الحوض كده، بحيث ان انا ايه يبقى كونت المواعين كلها كده في الحوض، عشان ابدا اغسل فيهم كلهم مره واحده. يعني مش اغسل حبه واروح الم تاني، لا بحب ان انا الم الدنيا كلها كده في الحوض وبعد كده ابدا اغسل. بصوا النهارده كان يوم غريب جدا بجد. صحي من بدري جدا، كان يوم عادي ماشي عادي لغايه حوالي الساعه 2 كده، عرفت ان في ضيوف جايين لي. يعني انا ما كنتش عامله والله العظيم حسابي خالص، يعني ما كنتش عامله حسابي ان في ناس جايه ولا اي حاجه. لقيت ضيوف هيجوا، وعرفت الساعة كام، عرفت الساعة 2، يعني اللي هو كان خلاص يعني بعد الظهر بشوية كده، يعني كان على حوالي ساعة قرب العصر، عرفت ان في ناس جاية. مبقتش عارفة اعمل ايه. طب انا دلوقتي يعني طب ما دلوقتي لازم اقدم لهم اكل، وانا بصراحة ما بحبش حد يجي عندي لازم يعني احط اكل وبتاع، فمبقتش عارفة والله اعمل ايه. فكان عندي عملت ايه، بصوا بقى انا هحكي لكم اللي حصل. بصراحة كان عندي من اليوم اللي قبلها محشي، كان عندي محشي ورق عنب ومحشي كرنب، يعني كان عندي في الثلاجة من قبلها. فعملت ايه، طلعت لحمة مفرومة، وطلعت لفة جلاش ولفة سمبوسة، عملت صينية جلاش وحشيت سمبوسة وقلتها، وكمان طلعت الفرخة، كانت عندي فرخة المسلوقة في الثلاجة، طلعتها حمرتها، وسخنت المحشي اللي عندي، المحشي ورق العنب والكرنب طلعتهم سخنتهم، وعملت صينية الجلاش دخلتها الفرن، والسمبوسك حشيتها كده برضو وقليتها برضو، وكمان عملت ملوخية. يعني حاولت ان انا امشي اليوم كده على قد ما اقدر. فعملت بقى ايه، طلعت المحاشي سخنتها، وصينية الجلاش دخلتها الفرن عمال ما المحاشي تتسخن، وحشيت السمبوسة وقليتها برضو، وبعد كده قليت الفريخ وحطيت مخلل بقى وسلطات وكده، وكمان جبت حاجه ساقعه وقدمتها بعد الاكل. وكان عندي اللهم صل على سيدنا محمد، كان عندي موز في الثلاجه طلعته وعملته باللبن كده كعصير. فبصراحه الحمد لله اليوم عدى، والناس اتبسطوا جدا جدا، وكان يوم حلو. بس انا بصراحه يعني الحاجات اللي بتيجي على فجاه ديت بتربكني، بتخليني متوتره، ما بقاش عارفه اعمل ايه. طب امشي ايه، انا بحب لما الضيف يجي عندي اكرمه، ما بحبش اللي انا بالذات حته الاكل اللي انا حد يجي ضيف عندي واكله اكل بيت، بتبقى مزعلاني جدا جدا جدا. بس فعلا انا كانت الساعه 2، وكنت لسه يا دوبك جايبه ملك من بره من المدرسه وكده، فمش هلحق، انا لسه يا دوبك راجعه من بره وباخد نفسي، عرفت ان في ناس جايه، فمش هلحق ان انا ابدا اعمل في الاكل واخلصه قبل ما هم يجوا. ما هم كده هيجوا هيلاقوني واقفه في المطبخ، فقلت خلاص انا هعمل ايه، حاجه كده سريعه، اكل جديد سريع، وادخله في الفرن عقبال ما ايه بسخن المحاشي. فلقيت ان صينيه الجلاش مش هتاخد وقت، والملوخيه برده مش هتاخد وقت، وعملت كده سمبوسه بميكس جبن كان تحفه جدا، ومخلل بقى وسلطات، وحمرت الفراخ، كان عندي فرخه مسلوقه وفي شوربتها كده، وسخنت لسان عصفور اللي كان عندي، بس ايه حمرت الفراخ بالفيجيتار، والحمد لله اليوم عدى والناس اتبسطوا جدا جدا. فالحمد لله على قد ما قدرت كده، على قد ما قدمت كل حاجه عندي، والحمد لله اليوم عدى وكده. فبصوا خلاص اهوت ظبطت كده الرخامه، وبقت زي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص. كومت كده بقى كل المواعين الناحية التانية على الرخامة اهوت. هبدأ بقى دلوقتي اغسلها كده، واشيل المواعين التانية ديت، وعاملة الازايز، ونظبط كده بقى المواعين دي كلها. عايزة اقول لكم الوقت دلوقتي بقينا بالليل خالص، يعني الساعة دلوقتي دخل على 11 بالليل. بصوا بقى مش قادرة اقول لكم، بس الحمد لله اليوم عدى والله العظيم. انا كنت صاحية من الفجر ولغاية بالليل خالص، ما كنتش قعدت، بصوا ما عدتش خالص من ساعة ما صحيت، هو اليوم ورا بعضه شغل شغل، بس الحمد لله. الحمد لله خلاص خلصت المطبخ. بصوا كان يوم متعب جدا جدا، بس الحمد لله عدى على خير الى حد ما، على ما قدرت ان انا نضف نضفت. بصوا شلت المواعين اللي انا كنت غسلاها قبل كده، شلتها صفت خلاص شلتها، وحطيت المواعين اللي انا لسه يا دوبك غسلاها دلوقتي، حطيتهم كده غسلتهم وسايباهم بقى يتصفى اهوت، الحاجات اهيت الكوبايات والاطباق وكده، والحوض غسلته كده.
تمام على السريع كده. بس بصراحة البوتاجاز اللي ما قدرتش اعمله، مسحته يدوبك مسحة كده بالفوطة كده وخلاص، ما قدرتش اعمله وانضفه كده وادعك الفويل بتاعه ما قدرتش. بس ان شاء الله بكرة ابقى اعمله لما اصحى الصبح. يومي كان متعب جدا جدا، الحمد لله عدى على خير. حبيت كده اصور معاكم عشان انا اللي اتشجع بيكم مش انتوا اللي تشجعوا بيا، عشان ما نمشي واسيب الدنيا مكركبه. بس يا حبايبي يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك، ولو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس. اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي، وبحبكم جدا في الله، وباي باي.